السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبائي طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي، أهلا وسهلا بكم مع أولى دروس مادة الدراسات الاجتماعية. وناخد النهاردة درس جديد بعنوان الموارد الطبيعية. طب تعالوا نفكر مع بعض كده يا أولاد، إيه هي الموارد الطبيعية؟ الموارد الطبيعية هي الموارد التي خلقها الله سبحانه وتعالى للإنسان بدون جهد منه، يعني الإنسان ما بذلش جهد عشان يجيب الموارد الطبيعية دي. يبقى هي الموارد التي منحها الله سبحانه وتعالى للإنسان بدون جهد منه. ده تعريف الموارد الطبيعية. طب الموارد الطبيعية زي إيه؟ قلنا زي المية، الهواء، المعادن، النبات الطبيعي. دي موارد كلها ربنا سبحانه وتعالى خلقها للإنسان بدون جهد من الإنسان. طب المفروض نعمل ايه يا ولاد في الموارد دي؟ نحافظ عليها ولا ندمرها؟ طب تعالى نشوف الاول الموارد ديت هستفاد منها ايه؟ يعني كل مورد من الموارد ايه اللي ممكن استفاده منه؟ جايب لي هنا مثلا بيقول لي المياه. فكروا كده، المياه نستخدمها في ايه؟ برافو عليكم، سامع ناس بتقول نشرب منها. طيب ممكن ازرع منها، ممكن اصطاد منها اسماك، ممكن استخدمها كطريق للمواصلات. يبقى هي مهمة جدا لحياة الإنسان والحيوان والنبات. طب الخامات، الخامات يعني المادة اللي بدخلها في عملية الصناعة. الخامة دي ممكن تبقى خامة نباتية أو ممكن تبقى خامة حيوانية أو خامة معدنية، زي الحديد معدنية، زي مثلا القطن نباتية، زي الألبان واللحوم بتاعت الحيوانات دي حيوانية. طيب تالت حاجة عندي مصادر الطاقة. احنا عارفين ان ما نقدرش نعمل صناعة من غير طاقة، فانا محتاج كل صناعة محتاج لها مصدر طاقة، فهي اساس الصناعة، اساس التقدم الصناعي. التربة، كلنا عارفين ان التربة هي الارض، يعني لازما عشان اقوم بعملية الزراعة لازما يبقى عندي تربة، خاصة لما تكون تربة خصبة زي تربة وادي النيل. طيب ربنا ادانا الموارد دي كلها، احنا قلنا من شوية احافظ عليها ولا ادمرها؟ في ناس كتيرة بتدمرها، في ناس كتيرة بتتعامل مع الموارد الطبيعية بأسلوب مش كويس، فبيحصل لها حاجة اسمها تلوث. يعني ايه تلوث؟ كلمة تلوث ان انا اغير عنصر اللي قدامي فيصبح العنصر ده غير صالح للاستخدام البشري. زي مثلا كده يا اولاد، لما اقول انا جبت كوباية مية اشربها، مية نظيفة صح؟ طب لو حطيت عليها حبة تراب، لو حطيت عليها اي قذرات، اصبحت المادة هنا او المية هنا غير صالحة للاستخدام البشري، فما اقدرش ان انا استخدمها. طبعا انا ساكنين في حلوان، حلوان من اكتر مناطق مصر ومناطق العالم كمان تلوثا، هي ومنطقة اسمها شبرا الخيمة. ليه حلوان وشبرا الخيمة يا ولاد؟ بيبقى مناطق صناعية، فبيبقى ادخنة المصانع كتير جدا، وكل مصنع ليه فضلات او ليه مخلفات، يرمي مخلفاته في قلب المية او ادخنة المصانع زي ما احنا شايفين كده دخان مصانع. طبعا الدخان ده كله احنا بنستنشقه بيلوث الهواء. طب الفضلات بنرميها في المية فتلوث المية، تلوث الارض الزراعية. يبقى دي كلها انا سوء استخدام مني للموارد الطبيعية. طيب هو كل موارد اللي عندنا موارد طبيعية؟ قال لك لا، ممكن تبقى الموارد اللي عندي يا اولاد موارد بشرية. الله، هو في موارد بشرية؟ آه، هي الموارد البشرية يعني الأنشطة اللي الإنسان بيشتغلها عشان يسد احتياجاته. يعني ممكن مثلا يا ولاد أشتغل في الصناعة عشان أوفر منتجات، ممكن أشتغل في الزراعة عشان أوفر محاصيل، ممكن أشتغل في السياحة، ممكن أشتغل في التجارة. يبقى هي كل الأنشطة اللي الإنسان بيمارسها عشان يشبع احتياجاته، زي مثلا تجارة، زراعة، صناعة، سياحة، كل ده أنشطة الإنسان بيمارسها. طب تعالى نشوف كده مع بعض يا أولاد، الكلمة دي جميلة جدا، بيقول لك ليس المهم ما تمتلك ولكن المهم كيف تدير ما تمتلك وتحافظ عليه. يعني ممكن يبقى معاك موارد قليلة بس حافظ عليها، وممكن يبقى عندي موارد كتيرة بس ألوثها وأدمرها وأضيعها من إيدي. طب تعالى كده مع بعض، لو عرضت عليكم الصورتين دول هل هتقدروا تعرفوا نوع المورد ده إيه؟ ده ايه؟ برافو، ده ميه. الميه تبقى موارد ايه؟ طبيعيه. طب ده ايه؟ مصنع. برافو عليكم.
تبقى موارد بشريه. يبقى انا عندي موارد طبيعيه وعندي موارد بشريه، وكل واحد فيهم ليه استخدامات. طب تعال نشوف سؤال جديد بيقول لي عرف كل من الموارد الطبيعيه، التلوث، الموارد البشريه. لما نيجي نعرف الموارد الطبيعيه نقول هي كل ما انتجه الله للانسان بدون جهد منه، زي الهواء والميه. طب التلوث، التلوث هو تغيير للعنصر فيصبح غير صالح للاستخدام البشري، الموارد الطبيعية. تعالوا نشوف سؤال جديد مع بعض كده يا ولاد. السؤال بتاعنا بيتكلم على وصل. هنوصل عندنا مجموعتين، مجموعة ألف ومجموعة ب، كل مجموعة فيها مجموعة من العناصر، هنحاول إن احنا نوصل ما بينهم. طب أنا وصلت لكم أول واحدة إيه؟ حلوان من أكثر المناطق تلوثا، يلا فكروا أنتوا بقى في الباقي. طب الصناعة تبقى إيه؟ اختار لها اكتر اهم واحده من دول ايه؟ الصناعه. برافو عليكم، من الموارد البشريه. طيب التلوث، ها اساس التقدم الصناعي ولا حدوث تغير للعناصر؟ برافو عليكم. طب مصادر الطاقه هتبقى اساس التقدم الصناعي. تعالوا نشوف مع بعض كده يا اولاد سؤال جديد. انا عندي هنا صراع ما بين التنين وبين الفرس الجميل دوت، فنشوف كل واحد فيهم عاوز حاجه. الفارس عاوز موارد طبيعيه والتنين عاوز موارد بشريه. نمشي واحده واحده. الزراعه هحطها فين؟ دي موارد طبيعيه ولا موارد بشريه؟ الزراعه، برافو، موارد بشريه. طب السياحه انا هحطها هنا؟ مش هتنفع، يبقى احطها فين؟ بشريه. الهواء موارد ايه؟ برافو عليكم، موارد طبيعيه. طيب الميه موارد ايه؟ احطها فين الميه؟ برافو عليكم، طبيعيه. طب التجارة احطها في الطبيعية؟ لا، في البشرية. تمام. التربة طبيعية. المعادن طبيعية. الصناعة بشرية. برافو عليكم، شكرا لكم، نلتقي في درس اخر ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.